صباح الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities. والبداية مع فترة الدولات الآسيوية والتي لم يكن لدينا فيها أي أرقام اقتصادية مهمة، لكن على الرغم من ذلك شهدنا استمرار في ارتفاع زخم تداولات الأسواق على إثر حديث لكل من رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي وأيضا رئيس البنك المركزي الأوروبي. رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي ذكر أنه يرى المزيد من الإشارات على أن هناك أخذ كبير المخاطر في الاقتصاد الأسترالي، ويود أن يرى المزيد من هذه المخاطر خلال أو من أخذ المخاطر في الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. أما من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، والذي عاد من جديد ليؤكد أن البنك المركزي جاهز لاتخاذ إجراءات غير اعتيادية فيما لو اقتضت الحاجة لذلك أيضا، لكن أذكر من جديد أنه لن أو سيقوم البنك المركزي أيضا بتدخل فيما لو تغيرت النظرة نحو التضخم من جديد. لكن أيضا وبنفس الوقت اعترف ماريو دراغي من جديد بأنه عملية التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قد عادت إلى الانخفاض، أو زخم هذا التعافي عاد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ من جديد. الدولار الأسترالي خلال الجلسة استمر بالارتفاع أمام جميع العملات العالمية، ليرتفع بشكل أكبر أمام الدولار النيوزيلندي والذي وصل إلى مستويات 0.79 بانخفاض بواقع 0.93% تقريبا، بينما الدولار الأسترالي أيضا مقابل الدولار الأمريكي سجل مستويات حوالي 88.18 لينخفض بواقع 0.16% تقريبا. الدولار الأمريكي أيضا ومؤشر العام للدولار الأمريكي اخترق مستويات 85 المهمة، والتي أدت إلى وصول المؤشر إلى مستويات 85.14 إلى الآن، بينما مع هذا الاختراق من الممكن أن نشهد استمرارية في الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية خلال جلسة اليوم على الأقل. مستويات المقاومة التالية تتمركز عند 85.65 والتي تشكل خط الاتجاه المنخفض على المستوى الطويل بالنسبة للدولار الأمريكي الممتد منذ العام 1980 تقريبا. خلال فترة الدولات الأوروبية اليوم لدينا ثلاث أرقام اقتصادية مهمة، أو لن يكون لدينا تأثير كبير من هذه الأرقام من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والمملكة المتحدة. البداية من اليوروزون أو الاتحاد الأوروبي، توقعات تشير لانخفاض البرايفت لونز أو قروض القطاع الخاص إلى حوالي أو بواقع 1.5% في أغسطس بالمقارنة مع 1.6 بانخفاض بواقع 1.6 في أيضا الشهر الذي سبقه، بينما هذا الانخفاض فيما لو أتت الأرقام كما توقعت سيكون الانخفاض 25 على التوالي على المستوى الشهري، لكنه أيضا سيكون أدنى مستوى انخفاض منذ حوالي يوليو من العام الماضي. أما في إيطاليا ريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة أتوقع تشير لانخفاض أو ارتفاعها بواقع 20% في يوليو الماضي بالمقارنة مع عدم وجود أي نمو في يونيو الماضي، بينما أيضا قد يكون هذا الانخفاض قد يكون أو قد يكون هذا الارتفاع الأول منذ حوالي شهرين من الانخفاض. أما في على المستوى السنوي، من المتوقع أن يظهر هذا المؤشر أو مبيعات التجزئة على المستوى السنوي قد تتباطأ للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستويات 7.7 في يوليو من أصل مستويات 8% في يونيو الماضي، بينما أيضا قد تكون هذه القراءة هي الأدنى منذ فبراير من العام الجاري. أما في المملكة المتحدة أخيرا، مبيعات اتحاد الصناعات البريطانية سيتم الإعلان عنه في تمام الساعة 10 بتوقيت غرينتش صباحا، التوقعات تشير لانخفاض بسيط إلى 34 في سبتمبر من أصل 37 في أغسطس، لكن هذا الانخفاض قد يكون الأول بعد حوالي شهرين من الارتفاعات المتواصلة. في الذهاب إلى فترة التداولات الأمريكية اليوم، لدينا أيضا مجموعة كبيرة من الأرقام الاقتصادية، من أربع أرقام اقتصادية فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. الكور ديوربل جودز أوردرز أو اللي هي طلبات السلع المعمرة الأساسية، من المتوقع أن تعود وترتفع بواقع 17% في أغسطس بعد انخفاض بنفس النسبة اللي هي 17% في يوليو الماضي، لكن الديوربل جودز أوردرز أو اللي هي طلبات السلع المعمرة العامة من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد جدا وبواقع 17.7% في أغسطس بعد أن ارتفعت بواقع أيضا في يوليو بواقع 22.6%، وقد يكون فيما لو أتت هذه الانخفاضات كما توقعت سيكون أكبر انخفاض لمبيعات أو مبيعات السلع المعمرة الأمريكية في التاريخ. أيضا خلال فترة الدولات الأمريكية من جديد، هناك أرقام الجوبلس كليمز أو طلبات السلع أو طلبات عفوا الإعانة بسبب البطالة الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع قليلا إلى 294,000 الأسبوع الماضي من أصل 280,000 الأسبوع ما قبل الماضي. وأخيرا مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في قطاع الخدمات الأمريكي من مؤسسة ماركت، من المتوقع أن ينخفض إلى 59.4 من أصل أو في سبتمبر من أصل 59.5 في أغسطس الماضي بعد أيضا ارتفاعات دامت على مدار شهرين تقريبا. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل. شكرا على المتابعة.